صباح الخير على متابعينا من كل مكان. معكم النهارده من محافظه سوهاج مباراه السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك ان شاء الله. ومعانا النهارده عبد الحميد تاجر الطيور من محافظه سوهاج، عامل المسابقه اللي يتوقع نتيجه المباراه للوزه هديه. 5 اشخاص هيكسبوا مع اول شخص هياخد الوزه الزهراء معانا على الشاشه، والاربعه الباقيين هياخدوا جوز حمام. تعالوا نعرف اكتر عن المسابقة دي على شاشة ابو كبير ميديا. تابعونا. ايه الاخبار استاذ عبد الحميد؟ صباح الفل على كل الناس، وان شاء الله يكون خير بصراحة. الله يخليك يا رب. ايه اخبار الوزة والمباراة؟ عاملين مسابقة من امبارح، عاملين مسابقة مباراة الاهلي والزمالك السوبر الافريقي. 5 جوائز معانا في عالم الطيور هنا. اول جائزة دخل وز بلدي، والاربع جائزة دي كل واحد جوز حمام. كل واحد جوز حمام. 5 افراد هيكسبوا معانا ان شاء الله. كل واحد جوز حمام وواحد وز بلدي. ده الاول هياخد الوزه. الاول هياخد الوزه والباقي كل واحد جوز حمام بلدي. طب يعني احكي لنا اكتر كده عن حيثيات المسابقه دي، ايه الشروط اللي فيها؟ احنا بنعمل مسابقات تكون فيها نهائيات، مثلا النادي الاهلي بيطلع فيها. بنعمل مسابقات دايما في حضرتك اهلاوي؟ اهلاوي. فايا كانت المباراه بتاعت الاهلي عشان كده. المباراه تكون في طرف النادي الاهلي في النهائي، بنعمل فيها مسابقه عوض. بتنزل على صفحة عالم الطيور على الفيس. اظن نعمل مسابقة. اخر مباراة عملنا فيها مسابقة كان بين الاهلي والفريق الرياض التونسي، كان ديك رومي بلدي. عملناه في النهائي يوميها وكسبوا صاحبه وسلمنا له. وسلمته ديك رومي بالفعل. طب ايه الشروط بتاعت المسابقة دي؟ شروط يعني العادية، يعني يعمل لايك، يصلي على حضرة النبي، يعمل بيست للمنشور بتاعنا ويكسب معانا باذن الله، ايا كان يعني من اي بلد. طب لو كان حد من اي مكان، اي محافظة تانية، اي حد يحجز الجائزة بتاعته. طب لو عايزها مادية مثلا، نبعت له اي حاجة والله. كويس. طب ورينا كده الوزة دي تطلع كام كيلو النهاردة؟ 3.5 4 الا ربع، يعني حسبة 450 500 جنيه. الرنج ده يعني. اللي هيتوقع صح هيكسبها طبعا، حلال عليه من غير ولا مليم. الوزة البيضة الحلوة دي. ما شاء الله. الوزة البيضة حلوة ما شاء الله. دي مش أول مرة، مش أول مسابقة لحضرتك. لا مش أول مسابقة، احنا دايما نعمل مسابقات في الطرف النادي الأهلي. نعمل مسابقات دايما، يعني كذا مباراة عملنا مسابقات. وأول مرة، ومش أول مرة حضرتك تظهر معانا، كل مرة في كل مباراة؟ لا تظهر عضو تبع. تمام. بعد كده بالنسبة للحمام، يعني احنا في مرة اشترطت كده، او مش شرط، هو قلت ان لو الفايز ده زملكاوي هيكون ابيض. عندي الحمام ابيض للزمالك. اللي كسب معانا. لو الاهلي فاز انا اديله الاحمر او الاسود. طب متاح ان هو يستبدل الهدية باي شيء تاني؟ لو اي من الدور اللي عندنا ان شاء الله هيكسب معانا، اي ايا كان نفس قيمة الحاجة. يعني الحمام معانا ب 170 جنيه. نفس القيمة، عايز ياخد منها بنين، عايز ياخد منها شاورما، عايز ياخد منها اي حاجة، انا هديله نفس القيمة بتاعته. ده متاح عادي. متاح تبديل، بس مادي لا، يعني المحظور محمد. لكن المادي ده ممكن يكون استثناء للمحافظات البعيدة. هي بعيدة عشان ما يستحملش السفر وكده، يعني اختار اداله عدد. ما شاء الله. ينفع نشوف الوزة دي طب على الميزان كام كيلو النهاردة؟ زي ما حضراتكم شايفين معانا النهارده، عايزين نشوف الوزة بالظبط كام كيلو. ثلاثة كيلو وربعمية. طب يا استاذ عبد الحميد، طبعا التوقع بيكون من الناس، لكن الاختيار بيكون عشوائي ولا ليه معايير معينه؟ اختيار عشوائي. تختار 5 عشوائي ان شاء الله من التوقعات الصحيحه هنكسبهم معانا. طب تمام. بالنسبه للاختيار اللي بيكون عشوائي، ممكن اكتر من حد يتوقع صح؟ لو اكتر من صح هنعمل القرعه عليهم، ونختار منهم 5. اكتر من 5 اشخاص هنعمل القرعه عليهم، ونختار منهم 5 باذن الله. ان شاء الله. طب واشمعنى طيب الطيور حضرتك اللي عامل عليها ده؟ بس عشان حضرتك تاجر طيور ولا عشان حكم شغلنا؟ حكم مجالنا الطيور، بنعمل عليها العروض. يعني بنعمل حمام، بنعمل عروض، بنعمل سلاحف. اي حاجه الطيور احنا بنعمل عليها مسابقات. تحب النهارده تتمنى ايه للنادي الاهلي بما ان حضرتك كده اهلاوي اصيل؟ ان شاء الله تكسب النادي الاهلي. ان شاء الله يكسب النادي الاهلي. شكرا لحضرتك. ورينا كده الوزه تاني.
زي ما حضراتكم شايفين معانا النهارده توقع نتيجه مباراه السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك، وكسب الوزه اللي ظاهره معانا على الشاشه دي. التوقع لحد امتى؟ لحد قبل المباراه بساعه. قبل المباراه بساعه ان شاء الله. طب واعلان الفائزين امتى؟ ثاني يوم السبت على طول باذن الله. ان شاء الله هنستنى مع حضرتك. متابعينا كده نكون وصلنا لنهاية بث مباشر النهاردة، شكرا على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. الوزة اللي ظاهرة معانا على الشاشة دي هتكون هدية المسابقة، توقعوا معانا على شاشة أبو كبير ميديا، وهنسيب لحضراتكم برضو رابط الصفحة اللي هتكون المسابقة عليها، ادخلوا اتوقعوا وإن شاء الله التوقع يكون صحيح لمتابعينا. كل عام وحضراتكم طيبين وبألف خير، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر من داخل محافظة سوهاج.